نبدأ بالنشاط الأول، نشاط السيد منصف المرزوقي اللي عنده برشا ما ظهرش، لكن ظهر مؤخرا في كونفرنس دو بريس صارت في وسط البلاد، كانوا حضروا فيها قوى حراك تونس الإرادة. سي عماد كنت غايب نهار تارك؟ كنت غايب نهار تارك، عندي لابيل كان في الجنوب سي عماد، كان في الجنوب سي عماد، كان يحرك في الجنوب سي عماد. في إطار التقسيم السياسي، أوكي الكاميرا مش هذيك، هذه واضحة. في إطار تحليل السيد منصف المرزوقي للقوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية التونسية، قسمنا القوى السياسية إلى ثلاثة قوى نعرفوهم من عنده. القوى السياسية الكبرى الموجودة الآن على الساحة يعني يمكن تصنيفها كالآتي: عندك النظام القديم اللي هو قاعد يبرمج ويفكس، وهالنظام القديم هو نفسه يعني فيه الكثير من المكونات. عندك القوى الثورية، القوى الثورية المبنى للثورة اللي هي امتداد الحراك الموجود في هذا المجتمع منذ الخمسينات، مؤمن بالاستقلال الوطني، بالتنمية العادلة، بالحريات إلى آخره. وعند حركة النهضة اللي هي يعني جزء كبير من يعني من المعارضة، لكن حاطة نفسها في بعض. هل هو هل نهضة معارضة؟ معارضة دومتي معارضة؟ وكيل غايب برشا سي منصف. انا عندي ريتك توك مصور حركه النهضه مصوته اي في الواحد موافق تظهر هكا معارض. لا على كل حال احنا مشاركين في الحكومه، هذا لا جدال فيه، مش عارف اذا هي زلت لسان او مش عارف. هو كان المعارضه لكن حتى راح ما كملش، مشي الموضوع اخر. ماني هذاك يهمني، تو ثبتوا بينات بعضكم انا والمعارضه وانا الحكومه. لا احنا عندنا وزراء معارضه، حسنا عندنا وزراء في الحكومه، كيفاش تحبنا نكونوا معارضين ومن طون؟ باهي باهي، مادام كنت تدخل تنشوف مع سي منصف. سي منصف مرزوقي اللي كان خطابه ايجابي جدا، وكان قدم حلول ايجابيه، وكان حتى الكلام والفوكابيلير نتاعو اللي استعملوا ايجابي على الاخر. نعطيكم مقتطفات من ايجابيه السيد منصف مرزوقي. المخاوف اللي تتحدث شيء مخيف هو انه حاله التخبط وحاله الضياع وحاله التوقف مخيف له الوضع، حاله عدم اللا استقرار الان، تقرب كل فرص الاستثمار حلقه مفرغه، فراغ كامل دبلوماسي قمع من عرش باله الخطوره، هذه جريمه ضد الشعب. يعني احنا ديمقراطيه هشه دخلها السوس، الاعلام الفاسد والسياسي الفاسد، الثوره التي اجهضت للاسف الشديد بوادر فشل مجتمعنا، فشل الدوله وفشل المجتمع، فشلنا كلنا جميعا. كنا فاشلين سي مصطفى، صحيح سي مصطفى، هذاك هو الانرجي ريتو الانرجي كيفاش سي عماد هذا راهو ربع الانترفيو كو ما كملتش بقيه الانترفيو. باش نكمل مع عضوه من اعضاء جمعيات مكافحه السرطان اللي كانت عندها تصريح لاخبار التاسعه، وفي التصريح هذا جمعيه السرطان كانت تدافع على وعلى مرضى السرطان. عضوه في جمعيه المكافحه في السرطان، التدخين معناتها يدخل في ثلث بتاع السرطانات، بالأخص سرطان الرئة، سرطان الحنجرة والفم والمعدة، وسرطان المثانة. مدام فما فرق بين السرطان والسرطان، هذاك راهو كيف بي اس جي مشي مانشستر. استنى هذي في جمعية؟ تعوض في جمعية. أو في جمعية. في جمعية واللي مشرفة على السرطان أون بيرسون. إبراهيموفيتش. باش نكملوا مع الحدث اليوم الصباح، كان موجود في واحد من نزل العاصمة، كانت الندوة حول الإصلاح الإداري وحول الوظيفة العمومية، وكانوا حاضرين فيها برشا وزراء، وزير التنمية المحلية والبيئة، وزير الوظيفة العمومية سي عبد البريكي، وزراء الشؤون الاجتماعية، السيد رئيس الحكومة كان موجود زادة، السيد رئيس الحكومة كان موجود، وكان وقت السنة الموجودة فيها زوز كراسي، كرسي للسيد رئيس الحكومة وكرسي للسيد عبيد البريكي. كي قام سي عبيد يقول في الكلمة الافتتاحية متاعه، فما وزير اسمه رياض الماخر جي رتار، وكي جي كاميرا حسام كبتته. الضمر حكومة الضمر حكومة الضمر. بعد وقت اللي طلع سي يوسف شاهد سيد رئيس الحكومة باش يعطي الكلمة نتاعو الافتتاحية، السيد عبيد البريكي كان مركز برشا مع كلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة. شوفوا كاميرا حسام تجيب لكم وتلخص لكم لحظات تركيز السيد وزير الوظيفة العمومية. المعطيات الإحصائية الواحدة
حول الإجراءات الموجهة للمؤسسة، وسعي منا لمزيد تدعيم علاقة مباشرة وأحداث شبابيك خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية الدستور الجديد، ونظرا وفق القنوات الحياة داخل بنفيقها والوجيه جهود جميعا. سيدات وسادة، استنباط وخطط متكاملة لسياسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ويكبس ويكبس مهم خطاب سيد رزعكم. كانت هذه كاميرا حسام اليوم، شكرا لك سي حسام، عاشك سي مز، ماكم صفقوش عليكم، انا ما عجبتهمش ما أو. زيارة خمتي شاد نقابة بتلزيدي نعرف ما